ساعدني ساعدني من فضلك ندخلها التاكسي. ساعدني ساعدني. ايوه يلا يلا يا دكتور. ايوه معاكي. يلا معاكي يا دكتور. ايوه انت مين؟ انا سواق التاكسي. انت ايه؟ سواق التاكسي. مش سامعاك. إيه؟ انا سواق التاكسي اللي هوصلك. سواق التاكسي؟ اه سواق التاكسي. انت شبه علي مراكش. علي مراكش مين؟ علي مراكش بتاع المراجيح. ارفع رجليها ارفع رجليها. اي 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 دي مدشدشه خالص. هتركب ازاي؟ هتروح ده عايز العربيه نص نقل. استنوا استنوا انا هقول لكم على حاجه. خليك كده كده كده. اي 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 على مين؟ انت مين؟ انا سواق التاكسي. سواق ايه؟ سواق التاكسي. هتركب ازاي العربيه دي؟ هتركب ازاي؟ معلش بس سعيد. انا مال انا ومال اللي وجع القلب ده؟ انا كل جسمي وجعني. دخلني شمال على مهلك. دخلني على مهلك. شمال على مهلك. دخلني شمال كده على مهلك. دخلني. لا 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 بالراحه بس. طب دخلني. انت مين؟ انا سواق التاكسي. انت ايه؟ انا سواق زفت تاكسي. مش قادرة مش قادرة. بالراحة بالراحة. قادرة قادرة. على مهلك على مهلك على مهلك يا دود. على مهلك. بالراحة عليها. انت مين؟ انا سواق التاكسي. اتصرفي لك يا مدام في اي عربية تانية يا مدام. انا مش هقرا كده يا مدام. معلش عشان خاطر. معلش مش هينفع يا مدام. معلش سعيد هتروح. مش هينفع يا مدام. معلش معلش يا مدام. لا معلش نزليها نزليها يا مدام. مش هينفع يا مدام. دخلني. اتفضلي. شقيني شوية. على ما أيوة 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 أيوة. افتحني افتحني الإزاز ده. افتحني الإزاز ده. أنا ما كنتش عايزة أقعد ورا. كنت عايزة أقعد جنب الشباك اللي قدامي عشان أبقى جنب الشباك وقاعدة مبسوطة. هو أنت مكفية الكنبة ورا ما هتقعدي الكرسي اللي قدامنا. أيوة. رايحة فين يا حجة؟ يا ست يا أخت يا حجة يا حجة. أيوة. رايحة فين؟ مدام اللي ركبتك جاية معاكي؟ مين دي؟ المدام اللي ركبتك دلوقتي. أنا ما معيش حد خالص. يا ست يا حجة يا أخت يا حجة يا ست. ايوه رايحه فين يا ست؟ يا دي الليل اللي مش فايت. يا نهار اسود انت. انا مش عايزه حد يديني حقن. مش عايزه حقن ولا شربه. انا مش دكتور يا ست. انا سواق التاكسي اللي هوصلك. ولا شربه. مش عايزه شربه. انا مش دكتور. مش هديكي حاجه. بس رايحه فين؟ ايوه ها رايحه فين؟ انا الدكتور قال لي اريح 8 ساعات هبقى كويسه قوي. هتنامي 8 ساعات في العربيه؟ يا دي الليل اللي مش فايت النهارده. يا نهار اسود. خلصين انا زهقت بقى. ايوه ايوه. رايحه فين؟ مين بينده؟ انا السواق الزفت اللي راكبها. اصحي رايحه فين انت؟ طب اقفل باب الشقه وامشي دلوقتي. شقه ايه؟ انت نايمه في العربيه. ايوه. طب بقول لك ايه؟ اتفضلي. توديني لاخويا. اخوك ده فين ان شاء الله؟ في ابو ظبي. ابو ظبي؟ أيوة. يا نهار اسود ومنيل عليهم اللي مش عايز يعدي ده النهارده. ابو ظبي ايه اللي وديكي فيها دي؟ انت يا ست كلميني الله يرضى عليك. ايه يا اسطى في ايه؟ ده عايز تروح ابو ظبي. يا حول الله يا رب. وديها يا اسطى. اوديها فين ابو ظبي؟ دي مشوار طويل يا ست كبيره. وديها يا ست. ده اكتر من 80 ساعه سفر ده. معلش ده في السيده زينب. يا سيده زينب ايه يا ست؟ انت عارفه حاجه؟ لا اله الا الله. ست انت كبيره يا اسطى. ست اوديها فين ابو ظبي؟ دي ده طيران. انا اتورطت توريطه ما يعلم بها الا ربنا. ايه يعني هترميها في الشارع كده؟ طب انا يعني ابو ظبي ده يا ست في الخليج يا ست. يا عم فم الخليج. ما هنا وديه فم الخليج. ايه يا ماما؟ ما هو يا عم فم الخليج عندنا في مصر. في اليوم اللي مش عايز يعدي ده. ست انزلي من هنا. قلت لك مش هتنزل. يعني بقول لك هتنزل. قلت لك مش هتنزل. يعني هتنزل. بقول لك هتنزل. قلت لك مش هتنزل. قلت لك مش هتنزل. ايه عشان واحدة ست كبيرة؟ يا ست حرام عليك كده. البهدلة اللي أنا فيها دي تخلي الست تمد دي عليا. أنا ما رضيتش أكلمها عشان خاطر ست. حرام عليكي. إيه ده؟ ارحميني. إيه دي الكورة دي؟ أيوة تيتا. كورة؟ أيوة تيتا. طب ثانية واحدة بقى. إيه؟ هنزل ألعب معاك. وريني كده. وريني. برافو برافو
برافو بابا. يلا حاجة راحة فين؟ أيوة راحة فين يا حاج؟ أيوة راحة فين إن شاء الله؟ أنا بص حضرتك أيوة ما تدينيش لا حقن ولا برشام يا حاج. هو أنا دكتور ده؟ أنا صاحب العربية التاكسي دي، عايز أكل باكل عيش عليها. تاكل عيش؟ أيوة بناكل عيش عليها. أنصحك بقى إنك تاكل عيش سن. يا حاجة يا حاجة أنت راحة فين يا حاجة؟ يا حاجة انت رايحه فين؟ افتح الباب بتاع اوضه النوم وخليهم يدخلوني الحليب. يا حاجه اوضه النوم ايه دي؟ انت راكبه في تاكسي رايحه فين؟ انت مين؟ انا صاحب العربيه دي. انت زينهم ابو ضب؟ زينهم مين يا حاجه؟ انا صاحب العربيه دي. انت اللي بتتاجروا في المخدرات؟ مخدرات ايه يا ستي؟ يا فتاحه كريمه زي قليم على الصبح يا ستي. وقفت حالي على الصبح. انزلي بقى هتكسر. انزلي بس انزلي. انزلي وقفت حالي على الصبح. رايحه فين يا حاجه قولي لي؟ انا رايحه لاختي. اختك فين؟ اختي. اختك فين؟ في دبي. دبي؟ طب وانت راكبه تاكسي والتاكسي هيوديكي دبي؟ ديها يا اسطى ما طريقك وسكتك، يعني هترميها في الشارع يا اسطى؟ وانا معايا طياره، دي عربيه تاكسي كبيره. انا هنزلها. بقولك مش انا بقولك هنزلها. بقولك مش هتنزلها. وانا مش هوديها دبي. هتوديها غصب عنك. هوديها دبي فين؟ تروح مطرح ما الزبون عاوز. بس ما اروحش دبي. ازاي اوديها دبي؟ بلاش دبي. اما انا عايزه تروحي فين؟ وديني سوريا. اوديها سوريا ازاي؟ ما سوريا عند السلام كده. السلام يا كابتن. يا كابتن. نعم يا فندم. هي العجله دي بتاعتك؟ ايوه يا ستي. طب ثانيه واحده، انا نازله لك. انا احب العجله قوي. ايام ما كنا بنات صغيرين كنا بنركب عجله. ارفع لي البتاع. اوعى ايدك اوعى ايدك. انت زقني وانت هتلقاني فريره. يلا هوبا. انت رايحه فين؟ ايوه 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 ايوه. زفت ايه بس؟ حرام عليك يا شيخ. في حد خبط على اوضه النوم كده. بخبط على اوضه النوم؟ أيوة. بذمتك دي اوضه النوم؟ أيوة. انت راكبه في العربيه يا ام؟ انت في ايه؟ واخده بنج ولا واخده ايه على الصبح؟ لا انا نايمه في الكنبه في اوضه النوم. ما انا عارفك ان انت نايمه على الكنبه، بس مش في اوضه النوم، في العربيه. في انت عايز ايه على الصبح؟ عربيه مين؟ عربيتي. ايه ده؟ بقالك ساعه في العربيه، عايزه تروحي فين؟ ساعة نايمة؟ أيوة بالك ساعة. أنا الدكتور قال لي نامي تلات أيام. طب تنامي التلات أيام في العربية اللي تناميهم في بيتكم يا حاجة. يا أم حرام عليك. يا ست أنت اللي نمتي في الزفت. أوديكي فين يا حاجة؟ ريحينا حرام عليك. طيب طيب خلاص خلاص. أيوة خلاص. أيوة وديني وديني عند أيوة. أخويا أخوك يا عيني على دماغي من فوق. أخوك ده بقى فين؟ أخويا. أيوة أخويا في دبي. في دبي في دبي في دبي على الصبح. يا حاجة حرام عليك. يا حاجة حرام عليك. الكلام الكلام يقعد. خلاص خلاص وديني عند بنت اختي. بنت اختك فين؟ تويت. اهو اهو خرابتها زيادة. طيب دي طيارة؟ دي طيارة؟ دي طيارة حرام عليك. واحد عايزة تروح دبي، اوديها بيه انا دبي. الله انتوا بنات الحلوين اسمكم ايه؟ يعني انت دلوقتي رقتي وفوقتي إيه؟ بنات حلوين وشايفاهم. واسمك انت ايه؟ رحاب. يا حاج حرام عليك. رحاب ورشا. طب الحمد لله. عايزه ايه منهم؟ عاملين زي حسام وابراهيم. ابراهيم وحسام؟ أيوة. يعني عارفه دولت وفايقه لهم. ايوه. وكل لما اكلمك راحه في الخ راحه في الخ. اعمل لك ايه؟ ده حسام حسن ده. ماشي حسام حسن على دماغنا من فوق. يا حبيبي عليه بقى وهو بينطى الكره. ايوه. وروح مديها هد. اسم الله يا فرحتي. اتفرج. واقف انا حالي كده اهوت بالقعده بتاعتك انت، احكي لها على حسام وابراهيم. الولد ده الولد ده الولد ده الولد. بقى كل ده ولا الولد ده ماسك العربيه الدركشن وبيلب في ايده وبيشفر جوه العربيه وماشي قرعن وهوج وراح طاخ خبطني كسرني وداني مستشفى ولفيت دماغك ولفيت رجلك وحطيتك في العربيه عشان اوصلك. اهو زي ما انت معترف. معترف بايه؟ انت اللي خبطتها. انت اللي خبطتها. خبطت ايه وبتاع؟ انت شفتني؟ انا هطلب لك بوليس النجده يتصرف معايا. بوليس النجده؟ عايز كده؟ اطلبي اطلبي كده على السوق. اطلبي يا بنتي لان انا يا ست انت بتعملي ايه اللي بتعمليه دوت؟ زي ما عملت فيها كده تعالجني. اعالجك في ايه وانا جيت جنبك؟ ده اللي رامي البلا دوت. يا حرام عليك. يا تديني 5000. طيب 5000 ايه؟ هجيبهم لك منين 5000؟ اهو هتنام لي تاني. هتنام لي تاني. مش عارف اعمل معاها ايه ده. يعني انت دلوقتي خبطتها؟ والله العظيم ما جيت جنبها. قرعن وقهوج ورحت خبطني وانت قرعن وقهوج. اهون ايه وقرعن ايه بس؟ يا لا حرام عليك انت تتبلى عليها على الصبح. لا انت عارف كل حاجه. بس يا عم الحاج تعالى معايا. انت عارف كل حاجه. وبيزعل مراته. مراته بدل ما تخش في نيابه ومحاكم وشوشره. ها الواد ياخد قرشين وخلاص. يا عم قرشين ايه؟ يا
يا عم. يا نهار اسود يا نهار اسود. عمو عمو انا تايهه يا عمو. في ايه يا ماما؟ بالراحه بالراحه. في ايه يا ماما؟ انا تايهه يا عمو. مالك يا حبيبي؟ لا انا تايهه. فين ماما؟ معرفش معرفش. طب فين بابا؟ معرفش. طب بس اهدي بس اهدي اهدي يا حبيبتي اهدي يا حبيبتي اهدي يا ماما اهدي. سيب البنطلون سيب البنطلون يا ماما سيب البنطلون يا ماما هتلهوني. انا معايا نمرة التليفون ماما. هكلمها حبيبي. سيب البنطلون بس يا ماما سيب البنطلون بس. طب سيب البنطلون اهدي هكلمها انا هطلبها اهي. اهدي يا ماما. حاضر اهدي يا حبيبي. انت اهدي ابوس دماغي اهو. بس اهدي يا ماما. سيب بس البنطلون. ايوه اهدي. الو السلام عليكم. سيب يا بنتي البنطلون. ايوه ايوه يا فندم. معايا المدام ماما اسمها ايه؟ امل. معايا المدام امل. ايوه انا مدام امل. انت عرفت نمره تليفوني منين حضرتك؟ ده حضرتك بنت حضرتك انا لقيتها هنا في مول وتايهه. بنت حضرتك تايهه في مدينه نصر هنا في مول في مدينه نصر. بنت حضرتي انا؟ ايوه. تايهه فين؟ في مدينه نصر. انت مش بنتك انت اسمك ايه؟ يارا. مش بنت حضرتك اسمها يارا؟ ايوه اسمها يارا. ايوه يا فندم هي تايهه حضرتك وانا لقيتها. وانت حضرتك في السنتر؟ انا في الجيزه. ايه نوديها ما شفت الرقبه هناك. يا فندم دي حضرتك مش بنت حضرتك اسمها يارا؟ ايوه يارا. يا بنتي سيب البنطلون. اسيب بنطلون ايه يا ست؟ مش انتي. امال ايه؟ لا اله الا الله. مش انتي. مش فاهمه. انا بقول لحضرتك بنتي حضرتك تايهه في سنتر في مدينه نصر. ايوه بس هي ايه اللي وداها هناك؟ انا مش عرفني ايه اللي فين وداها هناك. لا ما انا لازم افهم. ما شفت الرقبه دي لو انا جيت هاخدها من شعرها. يا ستي تعالي خديها من شعرها خديها من رجلها. الله يسترها معاكي. خلصي انا بكلمك من تليفوني. انا كارت. مين؟ انا كارت كارت. ايه انا كارت؟ انت ايه يا ستي؟ بقول لك كارت في ايه؟ بقول لك انا كارت. ما انا مش سامعه انت ايه بتقول. ايه بقول لحضرتك؟ انا كارت انا كارت. بقول لحضرتك بنت حضرتك تايهه في مدينه نصر. انت متاكده يا بنتي ان دي من تليفون امك؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه في سنتر في مدينه نصر. بص حضرتك بسيط طريقتك التربويه دي مش حديثه. تربويه ايه وبتاع ايه؟ انت بتتكلمي في ايه؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه وانا لقيتها. ده جزاتي؟ انت عايز ايه؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه بس ايه ده اللي انا عايزه؟ تيجي تاخدي بنتك. ما بحبش الاسلوب التربوي اللي مش حديث. يا ست تحب ايه وما تحبيش ايه؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه. انت ليك طريقه في التربيه مش عجباني. بنختلف مع بعض. بنختلف مع مين واحنا بكلمك عن بنتي؟ في ايه؟ عارف حضرتك كنت بتكلمني في الاول انا حسيت ان انا بكلم رشدي اباظه. رشدي في ايه يا مدام؟ رشدي اباظه ايه وبتاع ايه؟ طب ارهنك ان مكان شعرك اسمر زبيبه نازل على وجهك. شعر ايه وزبيبه ايه؟ انا اقرع. خلصيني بقى. الله يسترها معاكي. انت ايه حضرتك؟ انا اقرع. انت عارف ساعه ده انت بني ادمه بارده بارده. هو في ام كده؟ انا ما شفتش في حياتي ام كده. ده انا بقول لك شبه رشدي اباظه. رشدي برضه هتقولي شبه رشدي اباظه تاني؟ وحاسه انك فعلا كمال اجسامه. كمال اجسامه بتاع ايه؟ يا ست انا تخين وفشل. انت تخين وفين؟ تيه وفشل. طريقتك التربوية دي مش عجباني. طريقة ايه وبتاع ايه؟ بتكلمت ايه انت؟ انت في ايه؟ انت تعرف حاجة عن التربية خالص؟ حرام عليك. فين الأمومة؟ فين الأمومة؟ بص بص ايه؟ لساني خاطب لسانك. لا إله إلا الله. وأنا لسانك يخاطب لساني. وأنا هقفل أهو. تقف يا ست انت. ايه ده؟ يا بنت انت متأكدة إن دي أمك؟ اه. اه ايه؟ اه بس هي عصبية شوية. عصبية دي مش أم خالص. يا بنت ده ايه ده؟ اكلم ايه تاني؟ ما انا كلمتها حرام عليكم ده كارت وهيضيع. اكلمها تاني والنبي يا عم. سيب البنطلون سيب البنطلون بس. يا بنتي سيب البنطلون. الله يسيئك. لا اله الا الله. يا بنتي سيب البنطلون هتوقعيه. الو؟ نعم. يا ست هانم. يا مدام. نعم. يا ست ام يارا. انت تاني؟ انت متاكده يا بنتي ان دي امك؟ ايوه. ايوه ايه؟ مش باين. والله ما هو باين. يا مدام يا رحت فين يا مدام؟ يعني ما اعرفش اريح شويه. تريح ايه ونيلت انت هتنطيني؟ عيب. هي امك مالها يا بنتي؟ في ايه؟ هي امك دي عيب. عيب ايه وبتاع ايه؟ بقول لحضرتك كل بنت. حاجه ليها حدود. اه ده انت هتعديتي كل الحدود. وبعدين طريقتك التربويه دي مش عجباني. يخرب بيت التربويه والنيله. يا ست هاني اعملي معروف. انا بقول لحضرتك انا بنتك تعباني وتايهه البنت. طريقتك التربويه دي مش عجباني. طريقة اللي تربوية. طريقتك انت. دي حبيبة ماما. ماما. مامي تاني.
ايه ده؟ افرج ناصر يا حبيبي. ماما اسمها ايه؟ امل. الو الو ايوه مدام امل. انت علقتيني من احلاها نومانين. بتصل بيك عشان معايا بنت تايهه. الله، وانا مين قالك ان انا الف معاك بعربيه ومعايا ميكروفون واقول بنت تايهه يا ولاد الحلال؟ لا انت ما تلفيش سيادتك، بس انا بقول لك ان انا معايا بنت تايهه وادتني النمره بتاعت سيادتك وبتقول دي نمره ماما. نمرتي انا؟ ايوه. ازاي يا ست؟ انا مش فاضي، ورايا شغل. انت هتيجي تاخدي بنتك ولا لا؟ ولا انت هتخنقني وهتوترني؟ انت اللي خنقتيني. انا زعلانه منك يا ناصر. لا اله الا الله يا ست، ما تزعليش، بس تعالي خلصيني. بص يا نصوره. اوه بص يا نصوره. ايوه يا ست. ما بحبش الاسلوب ده يا نصوره خالص. يا ست خلصيني بقول لك، عشان انا مش فاضي، انا ورايا اشغال. لازم يبقى في رقه في التعامل. في رقه؟ اه. رقة ايه بس؟ انا عايز وانا اعرفك منين عشان اتعامل معاك برقة يعني؟ لما تبقى بتكلم انسة لطيفة لازم تبقى انسة. امال البنت اللي قدام مني دي يعني؟ اوعى برضه تقولي لي اوعى اوعى اوعى. انت حكاية اوعى معاك ديت. بص بقى، لما اقول لك عايز افهم يعني، لما اقول لك توعى توعى اوعى. يا حبيبة ماما يا اختي، يا حبيبة ماما، يا حبيبتي ماما. ماما مين يا حبيبتي؟ دي امك يا بنتي يا غالية. هي دي أمك؟ دي فلزة كبدي. أنت متأكدة إن دي مو أمك؟ أمك؟ يا 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 رجالة، خلصت ولا إيه؟ أنا عايز أفهم. ولا الحريم راحت فين؟ أنت بتتكلم كده ليه يا ولد؟ ثانية. بتكلم إيه بس؟ أنا عايز أفهم. هي دي أمك؟ ألو؟ أيوة. مدام أمل معايا؟ أيوة. حضرتك ليكي بنت اسمها يارا؟ تقومني من أحلاها نومة كده من... الو. ايوه. بقول لحضرتك مدام امل معايا؟ ايوه مدام امل معاك. ليكي بنت اسمها يارا؟ انا مستغرباك بتقومني من النوم عشان تسالني على بنتي. على بنتي. بقول لحضرتك ليكي بنت اسمها يارا؟ ايوه ليا بنت اسمها. انت عايز ايه يعني؟ انا مش عايز حاجه، البنت عماله بتعيط هنا ومش عارفه هي فين. إيه وبسالها. انت خطفتها؟ ما خطفتش حاجه يا ستي. امال ايه؟ البنت اهي معاك اهي، خدي كلميها. ايوه انت طالب فديه. في ايه؟ انا عايز افهم في ايه. بص حضرتك يا ست، تعالي خدي بنتك. انت عرفتيني بقى؟ اوعى اوعى. ايه اوعى الكلام ده؟ كلام ايه يا ست؟ بقول لك تعالي خدي بنتك. لما اقول لك اوعى توعى طوالي. انت ام انت؟ ايوه طبعا ام. مش باين عليك ام. ام ايه؟ انا عشان تبقى فاهم، في محل بيديكير ومانيكير وكوافير بيعمل لي شعري، عشان عندي بالليل جلابيه بارتي. جلابيه بارتي؟ انت عندك دم؟ نعم. انت امه وعندك احساس؟ اوعى اوعى. ايه تاني يا ست؟ بقول لك بنتك تعالى تقول لي بتعملي بديكير. ايوه ومونيكير. انت راحة فرح. بعد اذن حضرتك، انا اسمي سامسون. انت اسمك ايه؟ انا اسمي صلاح. اهلا يا سولش. سولش؟ سولش ده دلع اسم صلاح حضرتك عادي. يا ست انا مش عايزك تدلعيني، انا بقول لك تعالي خدي بنتك. بص حضرتك، تنهاري كزرق بان عليه. لسانك يخاطب لساني ولا لسانك يخاطب لساني؟ يا ست انا مش عايز اكلمك ولا اعرفك ولا عايز اشوفك، انا بقول لك تعالي خدي بنتك، اسيبها لك عند اي حد. وهقفل في وشك اهو. دي قفلت سكه في وشي. كلمها تاني والنبي يا عم. والنبي يا عم يا ست. طيب اكلمها. طب اوعي. طيب يا ما انت هتعف. استني اما اشوف مين ده. الو السلام عليكم. على فكره. على فكرة ايه بقى؟ انا بكلمك يا سولش عشان اعتذر لك. والنبي في عرضك الله يخليكي بقى، لحسن انا خلاص فاض بيا بقى وما اعرفش انا ممكن اعمل ايه دلوقتي. هتيجي تاخد البنت ولا سيبها لك في الشارع؟ نفس دي اذا كانت بنتك يعني من اساسه. نفس اسلوب طريقة جوزي الله يرحمه. ده الله الله يرحمه. ده ربنا رحمه فعلا والله. يا بنتي سيب الجاكيت بقى. انت مش انت يا سيدي، انت عارفة انا لو شفت وشك هضربك بالجزمة. تضرب مين؟ هضربك انت بالجزمه. يعني انت لو شفت وشك تضربني بالجزمه؟ ايوه هضربك بالجزمه. تضربني بالجزمه ازاي؟ يعني تضربني ازاي بالجزمه؟ ماما ماما حبيبه ماما تعالى. هو في ايه؟ تضرب مين؟ تضرب مين؟ في ايه؟ تضرب مين بالجزمه؟ تضرب مين بالجزمه؟ مش هضرب حد. انت بترجع ورايح جاي رايح جاي. هو عشان انت غلطان غلطت فيا. مش انت غلطت فيا دلوقتي؟ انا غلطت فيك. فيك؟ اه. انت
انت مش راجل. انا بكلم واحده ست في التليفون. مين؟ بكلم مدام امل في التليفون. مدام مين؟ مدام امل. فين دي؟ الو. ايوه هو في ايه؟ في ايه في ايه؟ مش عارف. عايز تعرف في ايه؟ اه امسك يا بابا. ثانية واحدة خليك معايا. ممكن حضرتك تمسك دي؟ ماسكها كويس؟ ايوه يا فندم. خليك ماسكها كويس. في ايه؟ ما تخافش حضرتك، ما تخافش. اهدى اهدى اهدى. انا هادي. اهدى اهدى. انت انسان كويس. تعال تعال تعال. مفيش حاجة مفيش حاجة. هقلع لك بقى ايه الماسكة عشان تعرف كل حاجة. استاذ ابراهيم يا راجل يا راجل كنت هكمل لك بس عشان تشوف. الله العظيم يا حبيبي يا اخوي يا حبيبي يا اخوي يا ولي يا حبيبي يا اخوي يا ولي يا بلاش الطريقه دي يا حبيبي يا اخوي. بقول لك ايه، ما تكلمش عليا، الناس المحل كله اتفرج علينا. لا 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 لا، انا ما هجيبنيش الطريقه دي. تلات ايام لا اكل ولا شرب علشان اخوها مغاور في المستشفى. اسم الكريم ايه؟ مهران. اهلا بيك يا مهران بيه. وحضرتك صبح. ايوه بقول لك ايه، ايه الاخبار؟ اهو على وشك يا عم مهران اهو. وشوشكم والله فيها الخير. الله يخليك. لان الفم المتبسم ده ما يعفرش. ربنا يحفظك. يوه البتاع ده كل شوية يروح واجع مني. ان معاكم موبايل؟ اه ان شاء الله. طب انا استأذن حضرتك بس اطلبني يعني على النمرة عشان النمرة بس تبان هنا. لو بانت هعرف ان انت حضرتك يعني ماشي. الجهاز سليم يعني. ماشي فضل. ربنا يكرمك. صفر واحد وصلت يا باشا. ربنا يكرمك. الو مين معاك؟ قبل عليم. ايوه تليفون لي الراجل المغاور في المستشفى. وانت عارف يا عم صبح خليه يدينا اكلم الناس. يا عم اكلم حد كده ما ينفعش يا عم. اكلم مكالمة. ربنا يكرم. الو يعني مغاور كويس؟ كويس يا سلام. يس الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. على وشكم. ربنا يطمنك. اصل الراجل اللي وشه مسمسم ما يعفرش. الله يخليك. ما دام انت وشك مسمسم ما تعفرش. ربنا يحفظك. الله يخليك. هو عربيه يعفر وما يعفرش. مين ده العربيه؟ يا خبر ابيض. اهي كده على الطريقه دي. ربنا يغلب يدها. الو مين؟ ابو ودود. ايوه انا ودود. انت كل مره على طول ايه، انت وزعته على في البلد ولا ايه؟ انا عم ودود. طيب عايز ارد على راجل عم توزع ليه التليفون بتاعك في البلد كله مع انك انت رجوله يا ابو الرجل؟ يا راجل عيب كده ما تخليش نغلط. يعني انت كلك رجوله يا عم؟ ما تعصبناش. الامر انا بس اتكلم المكالمه فيها ايه؟ انت اتكلم المكالمه. احنا فتحنا كشك ولا فتحنا كشك يعني ولا سنترا؟ عم اديله النيله ده خلينا نطلع. لا تعب محمول لما طلع محمول. ايوه يا وجع الدماغ ده. ايوه ايه القرف ده؟ ليه معلش الزيطه دي مع حبايبي؟ هو حبايبه منين دي؟ دول اخواتي امبار وشهم بشوش. يا عم ربنا يحفظك. خلصنا في الدور ما يطلعش منهم العفره. التليفون هيبوظ. خلص دخل العمليات. الف سلامه ليك. لا حول ولا قوه. ماشي متشكرين. ماشي يا عم العفو متشكرين. معقول كده؟ ما تكليش خالص يا ابن انت. احنا مش طالبين نوكل من الاستاذ اللي كان لابس كروهات. خد يا عم. خد انا. معلش 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 الكلام ده. نديها يا عم. ايه الكلام ده؟ نديها بس حته حته. تاخد حته. عقبال بس بلا حد. ايه القرف ده؟ ولا ايه؟ في ايه يا اخي؟ مهران ما انت خليت فيها مهران ولا عمران؟ انا زعلان يا عم. ازعل ولا اتفلك. انت اللي انت عملتوه ده.
يعني حلوه قوي لما تقفل الاكل انت ايدك، احنا مش هتضمننا ايدك في ايه؟ انا كنت هاخد دي يا عم يا اختك، ربنا انت يا شيخ ياخدكم ربنا يوم الاسود الاكل والشرب ده. زعلان منك يا مهران يا عم اتفلك يا عم، انت تعرفني والله العظيم صبح ومهران وعباس احنا بلديات، تعرفنا ولا نعرف؟ اتعرفنا على بعض انت عارف ما نعرف. وانا اقول عليكم انتوا المسمسمين ما بتعرفوش. يا عم مسمسمين انت هتعرفني؟ مسمسمين الكلام ده ما بتعفرش انت؟ انا بعفر اهو، انت شايفني بندوزر بعفر يا عم. خلاص يا عم خلص، جلاب عيرمي رمله بيعفر وما بيعفرش. ما تخلص مين ده الجلاب يا عم؟ خلص يعني زميلك جلاب يا راجل. يا عم انت اللي جلاب وستين جلاب يا اشرف، ده بين الواحد يعملها معاه ده والله زعلان يا عم. كفايه نصين يا اخي. عم ايه اليوم المجندل والمطعم اللي دخلته لنا ليه؟ بس ما انت السبب. طيب بتقول ايه؟ مغاوري مات. مغاوري مات يا مغاوري يا مغاوري يا مغاوري. دي جنازه دي ولا مطعم ولا ايه؟ مغاوري مات مغاوري مات يا عم. مغاوري ولا يروح فداه. مغاوري مات يا مغاوري مات يا مهران. يا عم مات مات حرق بنزين. مات يا مهران. يا عم ما ايه دي الواو لوك يا عم؟ اقعد مكانك وروح فين يا عم؟ روح. ما حدش شاف كده يا صبحي يا عم. هو مطعم ولا جنازه؟ ده احنا لا قالوا لنا جنازه ما تجيش. انتوا رجولة. الله يخليك يا عم. يا عم روح. انت على طول يا عم رجولة. دول اخو معانا في العزاء. يا عم عزاء من هذا المجدال عشان نفعاه. مغاوري يا غالي. يا الله مغاوري. اقعد يا عم الحاج. وين الغربال اللي واقف ورانا دي؟ اعوذ بالله. يا عم انت بتنزل للناس بعد يعني احنا قاعدين؟ انا مش فاهم. ايه ده انت بتعمله ده؟ خد الكل. الباشا ابو وش مسمسم. مسمسم ايه وزبط ايه بقى؟ ده انت رجوله. انت الرجوله بعينها. ايه القرف اللي انت بتعمله ده؟ انا كل اللي عملته ان انا عملت كده خدت حالي وديتها. استاذن مني ولا احط لك الاكل بتاعي عندك؟ من غير استئذان، احنا اخوات. هو في فرق بين ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ دي ايه ده؟ انت قليل الذوق على فكره. ايه ده؟ الامير ابن القمر ده الاصيل ده يا عم. الاصيل ما دخلش فيه اصيل ولا اي حاجه. بيقول لك كلي وعلى حسابه كمان. على حسابه كمان؟ امال ايه؟ عاجبك كده؟ ايه ده اللي اتعمل؟ ايه ده؟ عاجبك يا نوره؟ ايه ده يا عم؟ لا مش عاجبك. مالك كمان نوره انت؟ انا زعلان يا نوره منك. يا عم مالك كمان نوره؟ ازعل منك ولا ما ازعلش؟ خليك معايا انت. يعني فيها ايه لما اخد حته فرخه للولي؟ يا عم خلاص يا عم. في حاجه اسمها استئذان ذوق كده يعني. ولعلمك بقى اقول لك على حاجه غريبه، هي تحب كمان الكفته اكتر. اها يو ايه ده؟ خدي. ايه انت عملت ايه؟ خدي. ايه ده يا اخي؟ خدي 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 خلاص. إيه اقعد بقى. يعني ايه ده؟ ايه اللي اقعد بقى؟ اقعد لما يجي اكل خد كل الاكل التاني. انت عديد الذوق على فكره. انت راجل ثقيل. اشكرك يا بيه. يا ساتر ايه ده؟ اشكرك. انا اول مره اشوف راجل بالطريقه دي. متشكر يا نوره على اللي انت بتعمليه. ده انا زعلان منك. مالكش دعوه بنور. يا حاج اقعد بقى يا حاج. ساعة عليك النبي يا حاج. ليه كده؟ يووو متشكر. مغاوري مات يا خال. بتقول ايه؟ مغاوري مات. مغاوري مات يا مغاوري 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 يا حبيبي يا مغاوري. بينك ميتك. بينك ميتك. مغاوري مات. بقى في حياتك يا حد. يا حبيب قلبي. كلنا هنموت. بقى في حياتك. بقول لك ايه؟ النيلة. بقول لك ايه؟ انتوا لازم تحضروا معانا العزاء. ايه يا عم ومت علينا ولا ايه؟ عزاء تلات ايام في سوهاج. تلات ايام؟ هو مغاوري ده قليل؟ يا عم ما يغلاش على خلقه يا اخي. بقول لك مغاوري يا عم. ابعد عني. ابعد عني يا اخي. ايه ده؟ يلا نمشي من هنا. الو؟ ايوه بسوني. ايوه دياييل. انا معرفش بسيوني ده. دياييل انا. طب وانت اديته نمرتي؟ ايوه اديته النمره. ايوه معلش عشان الموجع اللي احنا فيها، بس النمره سريعه كده هنكلم. ايوه يا ابو نانا انت رجوله، انت كلك رجوله والله يا ست. انت وشك حلو علينا. الحمد لله الحمد لله. اتفضل يا بيه. متشكرين. العفو. انت كلك رجوله. الو ابو ودود يا عم. النمره أيوة غلط. ابو ودود النمره غلط. ابو ودود نمره مش غلط يا عم. انا مش عارف اقعد. ابو ودود يا عم ينفع الكلام ده؟ ابو ودود انا عايز اتكلم بس بكلمه. انت نمرتي للبلد كلها. دي مش قاعده، دي ايه قاعده الطين دي؟
طير ليه بس؟ دي قاعدة سودة، في ايه؟ انت عامل لنا قلق. خد اهو الموبايل اهو. ايوه ايه القعدة الزفت دي؟ ده عبوة اطلع عشان نمشي. الرحمة. في ايه يا مدام؟ خلاص بقى كفاية كده يعني. في ايه؟ أنا عملت ايه غلط؟ مش عارفة، حاجة غريبة والله. أنا عملت حاجة حضرتك؟ لا عملت ايه ده؟ أنت زهقتنا في القعدة مش عارفين نقعد. انا عملت حاجة يا عم؟ ساعة ما جيتنا وانت قرفت. قرفتنا قرفتنا كل شوية موبايل موبايل. ما تقولش بتاعك ده ولا اللي جابهولك ابوك بتاعك. حاجة صعبة الصراحة مش كده. فين الصعوبة دي؟ لا ده انت حاجة غريبة الصراحة. انت قلق. تليفون تاني زفت تاني اهو. زفت تاني. الو معلش يا طارق، اصل انا متنرفز دلوقتي. ايه ده طارق؟ طارق ابن اخويا يا عم. مش تبعك والله. طارق ابن اخويا والله. ما تبعك انت يا عم. ده صاحبي. انا صاحبي. ايوه طارق. لا ده ما يكونش ده ابن اخويا يا عم. والله ما ابن اخوك ولا يعرفك. طارق طارق صاحبي. صاحبي مش قريب يا عم. عود لنا بقى لنخلي يومك اسود يا عم. مش تبعك مش تبعك مش تبعك. حرام عليك. ما كنت تعبتني يا عم. ده صاحبي. صاحبي احلف لك على مصحف. انا مصدق. خلاص ما دام قلت كده يبقى خلاص. صدعنا ولا نسيب الايد يا عم. انت فين الاكل بتاعنا يعني؟ اتاخرت ليه؟ ايه يا عم ده يا عم؟ يا عم حته ايه يا عم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه القرف اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ايه الشكل الغريب اللي انت بتعمله ده؟ ايه الشكل الوسخ ده؟ انت بتاخد اكل من قدامنا؟ طب ايديك تكون وسخه، ايديك تكون فيها بلا ازرق. انت يجيك نفس تاكل واحنا قاعدين من غير وكل. يا عم تاكل هتتفلق على دماغك. احنا مالنا؟ احنا ومالك؟ على دماغي يا عم. احنا مالنا؟ الزفت دي والليله النيله دي مش معقول كده. وبعدين سيبنا ناكل اللقمه. حرام عليك. متشفرين. حرام عليك. انا تعبت منك. بخاوي ما يا مغاوري 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 مال يا عم الباقي. يا عم انت ماسك فيه كده ليه؟ انت تعرفه؟ هو يعرفك؟ انت عارفه مغاوري؟ هو يعرفك؟ مش ماشي البيت حاجه في المغاوري بتاعك. احنا مالنا؟ اقعدي مع الستات. حرام عليك. ستات تلعب معاهم وانا اعرفكم؟ يا عم انت تعبتنا خالص. في ايه بس؟ احنا نمشي. لا ما ينفعش نقعد هنا. في ايه مالك؟ انت اللي في ايه؟ ارحمني. انت عايز ايه؟ احنا اللي عارفين ناكل ولا عارفين ناخد فلوسنا. تعبتنا يا عم. يا عم يا عم يا متر عايزين فلوسنا مش عايزين ناكل. انا اللي طالبه حاجه واحده. مش عايزين ان تبقى. استنى يا عم ده ليا انا. يا عم استنى يا بيه. يا عم ده جرس ليا. استنى استنى يا بيه. انت خدت الموبايل ليه؟ استنى في يا بيه. في ايه؟ الو يا عم اديني موبايل. يا عم ده ليا انا. يا عم ليك انت. انت بتعمل عندك ام موبايل اهو. انا تحت امر. صباح الخير. ايوه حبيبي تحت امر. يا صباح الاشراقه الطيبه. صباح الخير. يا صباح السعاده. ربنا يخليك. صباح الخير. يا صباح النماء والمحبه. ربنا يخليك. صباح الخير. ربنا يخليكم. انا امور. اسمي وديده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا مرحبا. يدلعوني بدوده. اهلا وسهلا. كنت انا صغيره ودوده دوده دوده. عشت الاسامي. انا صغيره بقى. عشت الاسامي. اتشرف بيكي. تهاني. مين؟ تهاني. 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 مش سامعك. تهاني. تهاني. عشت انا تاخذونيش. ودني الشمال دي فيها تحلب. ايه؟ فيها ايه؟ فيها تحلب. تحلب. طب ده جالك من ايه التحلب ده؟ ولا مؤاخذة لو بصيت كده حضرتك انت نازلة كويس. فين؟ بص هناك كده في محل اخضر كده. ابو تندى اللي هناك ده؟ ابو تندى. ده بيبيع حلويات. حضرتك بيبيع بسبوسه وكنافه. انا بحب البسبوسه قوي. عاوزه قد ايه؟ عايزه نص بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه قوي. طيب ايوه متشكره قوي. وخليكي بقى معايا. ماشي. نتسلى مع بعض. انا بقالي سنين ما نزلتش الشارع. ربنا يديك الصحه. اجري الدم في رجلي لان انا عندي عظمي عامل زي الحلاوه الطحنيه. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليكي. انا اول مره اقف في الشارع. بسم الله عليك. ربنا يديك الصحه. الحمد لله الحمد لله. لا ده انا كنت فين وبقيت فين. ربنا يديك الصحه. اتفضل. ايوه ادي الباقي اهو. ايوه وادي البسبوسه اهي بالهنا والشفا. فك يا محمد. طب ما وحيات عينيك لا تفك. تاخديها وتخش ترتاحي. لا 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 مش مخنوقه من جوه. يلا ادي حته. انا اصلا مش هقدر اكل منها لان انا عامل دايت. عامل مين؟ عامل دايت. عامله ليه؟
علشان انزل شويه عشان انا زياده كده عاوز انزل شويه. عامله فين يعني؟ عامله عند الدكتور. طب وسايبه ليه حضرتك هناك؟ لا ده هو مش واحد انا سايبه، ده هو نظام انا بتبعه علشان انزل شويه. وحياه عينيك تعدميني بعد الشر عليك تعدميني. اديله حته في بقه، انت اللي تفرغي بقه. يوكليه يلا حماده. وبقه دي وبعمل رجيم بقى بعدين. انا برضو حته صغيره كده بالقشطه. ايه ده يا نهار ابني شافنا، ابني شافنا. شافنا احنا بنعمل ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه يا ماما. ايوه هم الجماعه. هاي حاسس يا ماما. يا رامز في ايه؟ يا رامز يا حبيبي عجبكم اللي عملتوه ده؟ اللي عملناه اللي عملناه في ايه؟ مالك يا حاج؟ الف سلامه. مالك؟ هي طلبت مننا بسبوسه بالقشطه، قلنا لها في ايه يعني؟ ايه المشكله؟ اوعي اوعي ايه؟ اوعي ايه؟ اوعي ايه؟ اوعي ايه؟ هتكذبي يا تهاني؟ وتكذب ليه كمان؟ هتكذبيها كمان؟ هتكذبيها كمان؟ وانت يا محمد ايه؟ انا ايه؟ مش انت اللي جايبها بايدك ليه؟ ايوه انا اللي جايبها، مش انت اللي قلت لي هاتها؟ انتوا جبتوها لي ليه؟ مش انت اللي طلبتيها؟ انا طلبت ايه؟ طلبت ده؟ وحياتي عليك انا طلبتها. ايوه طلبتيها. هو انا هنغني ولما انت عارف ان الدكتور منعك عنها. ايوه على البسبوسه ام قشطه. بتطلبيها ليه؟ اوعى اوعى ايه؟ اوعى ايه؟ باختصار حضرتك دلوقتي احنا بنحبك وبنحترم. يا ست تحبيني عليا وتحسرني؟ احنا مالنا منك حاجه؟ انت تعرفيني؟ تهاني انت مش عاوزه تاكل بسبوسه من قشطه؟ تهاني ايه اللي خرب بيتك وبيت اليوم اللي شفتك فيه؟ انا مش عارفه تهاني بتنفعل عليا ليه؟ بتنفعل عليا؟ عارف ان الدكتور منعها من البسبوسه ام قشطه، هتلاقي قفص وحطها فيه طالما بتخرج وتسيبها. قفص ايه؟ معلش ما حدش هيعمل لكم حاجه الا باذني. يا سلام ورانش ولا 10 ثاني. رامز رامز مالكش دعوه بيها. تيتا مش عارفه انام، قلقتوني. يا حبيب تيتا. هي توتي. تيتا حبيبي. تيتا حبيب قلبي. حبيب قلبي. تيتا حبيب. انت هدادة صباح. هدادة هدادة صباح. هدادة صباح. مش عارفه انام. خدي جوه وكلفتيه بقى، خليه ينام. وجوز العقول ده بتربيهم للعيد الكبير ان شاء الله؟ مين دول؟ ولما انت عندك ناس جوه اهو وعندك ناس بتقولي في الاول ليه انت مش فاضيه؟ تقرفي وما عندكش حد ومش قادره تنزلي وتكذبي علينا ليه؟ انا ما اقدرش اهين اهل بيتي وتهينينا احنا؟ احنا خدامين عندك؟ انت لما عندك جوز فاهم اللي جوه دول؟ ما تقعدنا ليه وما تقعدش انا معاهم ليه؟ عرفتينا في عشتي؟ مش قادر حضرتك. مش قادر حضرتك، اصل انا لسه هتغدى فدي هتسد نفسي. لا لا مش قادر حضرتك. معلش عشان خاطر. من ايد دود عشان خاطر. خد يا ابني، انت زي ابني. ربنا يخليك. الف هنا وشفا. ربنا يخليك يا فندم. جميل. ايه ده؟ يا نهار. في ايه؟ فؤاد شافنا. فؤاد ابني. فؤاد. ايه ده؟ بسبوسه. بسبوسه؟ بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه يا ماما. معلش يا فؤاد، هو جابها لي وقرش عليا، قال لي لازم تاكلي. جبت لك ايه حضرتك؟ انا معدي وحضرتك اللي قلت لي هات بسبوسه. عشان ما باكلش الحاجات دي. طب انا اعرف منين ان انت في ايه حضرتك؟ عجبك اللي عملته ده؟ انا اعرف منين حضرتك؟ الحاجه الوحيده اللي ممنوع تاكلها هتجيبها لنا؟ انا ما اعرفش، هو في سم؟ ما البسبوسه بتتباع في المحل عادي. بسبوسه بالقشطه. بالقشطه. حضرتك هو القشطه دي سم؟ ولا يهمك من فؤاد ولا يهمك من رامز، لان انا اللي هقولهم يعملوا اللي يعملوه. انا لو حضرتك انا عملت حاجه. انا اللي انا عملت حاجه حضرتك؟ انت بتجيب لي بسبوسه بالقشطه ليه؟ حضرتك اللي قلت لي. قلت لك امتى؟ وانا معدي حضرتك ندهت عليا قلت لي هات لي بسبوسه بالقشطه. دلوقتي انت بتفتري عليا يعني؟ بتفتري إيه عليكي ليه يا ست؟ ايه المشكله؟ مالك مزعل ماما دول؟ بس 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 يا استاذ انا معدي والحاجه ندهت عليا. ندهت عليك ازاي؟ قالت لي بس يا كابتن. يا لا ما قلتلوش بس كابتن. ما قلتلوش بس، انت بتكذب. يا كابتن. ايه؟ لا عملت ما اعرفش اعملها انا دي حضرتك. طيب خلاص مش مهم. فقلت لها حاضر يا فندم عايزه ايه؟ قالت لي عايزه نص كيلو بسبوسه بالقشطه. جبت لي ايه بتقول؟ بسبوسه. بتقول جبت ايه؟ بسبوسه. بسبوسه؟ بسبوسه بسبوسه. ادي يا دوده يا دوده شايله البسبوسه، والله حلاوتي وبنت وبنت عروسه. ادي يا دوده يا دوده شايله البسبوسه، والله حلاوتي وبنت وبنت عروسه. بصي بس بصي بس بصي بس هتصور.